بوبي مريض. إنه الصباح. هذا منزل بوبي. ما زال نائما؟ يجب أن أنقذه. انهض بوبي، انهض. لقد طلع الصباح. لقد نهضت على الأقل. وقع البهار على الأرض. ماذا تفعل هذه على أختي؟ علينا أن نقوم بالتمارين في الصباح. هيا ابدأ التمرين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. الطقس بارد. بوبي، ألا تشعر بالبرد؟ أنا لا أشعر بالبرد، لكن أنفي أشعر. لما تستمر في جعلي أقع على الأرض؟ أنفي يؤلمني. ثمة خطب ما. بوبي مصاب بالزكام. بوبي، مرحبا. مرحبا بيتي، ماذا تفعلين هنا باكرا؟ أريد أن أطلب منك خدمة. انكسرت طاولة العشاء، حاولت إصلاحها لك. أظن أن بوبي مصاب بالزكام، يحتاج إلى الراحة. زكام؟ إذن يجب عليك أن تستريح. لا، أنا بخير، لست مصابا بزكام. لنذهب ونلقي نظرة. هل أنت متأكد؟ أجل. ذهب بوبي وهاري إلى منزل باتي. سأبدأ. سأعد لكما وجبة. شكرا. إنه ليس مصابا بالزكام. أنهيتها. تفضلا، لقد صنعت لكما فطيرة لذيذة. تبدو شهية. يجب أن أذهب الآن. لا تريد تناول فطيرة؟ لابد أنك مصاب بالزكام، يجب أن نعود. نحن راحلان باتي. إلى اللقاء. لنرى. بوبي، نريد أن نلعب الغميضة، انضم إلينا. الغميضة؟ يبدو هذا ممتعاً. ليس الآن، يحتاج بوبي إلى الراحة، إنه مصاب بالزكام. لست مصاباً بالزكام. لنعد الآن إلى المنزل. حسناً. إلى اللقاء. إلى اللقاء. بوبي مصاب بالزكام؟ ما هو الزكام؟ يعني أنك مريض، تسعل و... أسعل؟ أمل ألا يكون مريضاً جداً. جرو. أوه، عندي في المنزل بعض الدواء. وأنا عندي عسل في منزلي. لنجلب إذن الأدوية التي يمكننا إيجادها. حسناً، هيا. ربما عليك أن تتمدد. أتمدد؟ لكنني بخير. لا، من الأفضل لك أن تستريح قليلاً في هذا الوضع. لم يكن بوبي مصاباً بالزكام، لكنه تمدد على السرير لأن هاري كان قلقاً للغاية. بوبي، بما تشعر؟ أنا بخير، تفضل. لا تجلس هكذا، قلت لكم يجب أن يرتاح، لكنه يستمر في القول إنه بخير. لا تبدو مريضاً جداً. أنا بخير فعلاً. حرارته طبيعية. حسناً، لنرى. تنفسه بخير. بوبي مصاب بالزكام. حقا تقول؟ لوبي، هل أعددتها؟ ها هي. إنها الطريقة الفضلى للقضاء على الزكام. مهلا، أنا لست مصابا بالزكام، لا تفعل. بوبي، سينتهي الأمر سريعا. أرجوك. سأفعل هذا بسرعة. لا. خرج بوبي من المنزل راكضا. لاحق بورورو وأصدقاؤه ببوبي. انظروا إلى بوبي وهو يركض، لابد أنه محق بشأن عدم إصابته بالزكام.